السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالب أحمد صالح مسلم من كلية الصيدلة جامعة جورة الحيان. إن شاء الله راح نبلش شرح مادة الإميونولوجي اللي هي صنف من الميكروبيولوجي، طبعا كورس ثاني كلية الصيدلة مرحلة ثانية. الشرح راح يكون على ملازم المستنصرية مضطر، لأن المادة وزارية، فاللي طالع دور ثاني بالمادة يقدر يستفاد، واللي من المرحلة الأولى مقبل للمرحلة الثانية هم يقدر يستفاد، طبيعي يقدر يستفاد لأن هي مادة الكورس الثاني هاي. ومحتمل أنه السنة القادمة أيضا تكون وزارية الميكروبيولوجي. من ضمن الميكروبيولوجي اللي هو علم الإميونولوجي اللي هو المناعة، زين، أما المفروض يخلوا يعني مادة منفصلة، بس هم دامجي ويا الميكروبيولوجي ماكو إشكال. بهذا المادة يعني لازم، يعني هاي المادة شوية أساس هي الفهم. إذا أنت ما تفهم جسمك شلون راح يشتغل، أنت كصيدلة أنا كطبيب، أنت إذا ما تفهم جسمك شلون يدافع عن نفسه، شلون تقدر تنطي دواء زين إنه مثلا يحفز لك دفاعات الجسم الذاتية، أو دواء يشتغل مثل ما بعض خلايا جسمك تشتغل ضد المرض وهكذا. فنرجع ونقول يعني صح، هو يقولوا إنه الصيدلة أدرى خطب والصيدلة عبارة بس أحفظ أدوية وكذا، بس لا، مو هيك الحكي. انتوا هاي مسؤولية امام الله اولا، ثانيا يعني امام المقابل، يعني لازم تكونون شوية فاهمين المادة بحيث تعرفون شلون تصرفون دواء، وبالنسبة للاطباء ايضا تعرفون شلون تشخصون. هسه تقول تش دخل الطب الصيدلة، انا اقول لك هاي المادة ياخذوها الطب بالمرحلة الثالثة، بس الصيدلة ياخذوها بالمرحلة الثانية، فان شاء الله ماكو فرق، الكل يستفاد. اول لكتشر راح نعرف شنو الانيت اميونيتي اللي هي المناعة الذاتية او المناعة الطبيعية مالتنا. هنا انا طبعا راح اقول لك انه شو حنناقش بالمحاضرة هذه الى اخر، يقول لك صفات المناعة الذاتية، وبنفس الوقت ناخذ الحواجز الكيميائية والفيزيائية اللي موجودة بجسمك، يعني بنفس الوقت راح ناخذ الاميديت اند انديوست انيت اميون ريسبونس اللي هي الاستجابات اللي تحفزنا، يعني شنو هو الشيء اللي يحفز جهازك المناعي ويخليه يشتغل. واخير شيء ديسكاس الناتشرال كلر اللي هي واحدة من الخلايا جدا مهمة بالجهاز المناعي. طبعا الملزمة نسخ لصق من مصدر جاوتس، مصدر جدا معتمد بمادة الميكروبيولوجي او المجهريات، خصوصا كاميونولوجي. ف يعني شكرا للدكتورة سوزان اعتقد اللي هي مدرسة علم المناعة بالمستنصرية اللي مسوي هيش ملزمة جدا محترمة ومرتبة، ويعني فرش من المصدر. هاي الصورة الطفولية الجميلة تبين لك يعني انه شنو الجهاز المناعي مالتك. ابدك تركز لي على هاي الثلاث خطوط، هاي هنا، هاي الفيرست والسكند والثيرد لاين اوف ديفنس. احنا بكل انسان عنده ثلاث خطوط دفاع، نقسمهن الى حواجز او بعض يكون خلايا او الى اخره. احنا هنا هذا سلقوا شنو هذا الخط الرابع، هذا مو خط رابع، هذا يعتبر الانفيدر. الانفيدر او الانفيدنج انيميز هم الاعداء الغزاة اللي يتمثلون بالفنجس الفطريات او الكانسر، يعني السرطان او الباراسايت اللي هي الطفيليات، الفيروس فيروسات والبكتيريا. هذني كلهم يعتبرن مايكروبس، هذني يسببن امراض داخل الجسم. من اللي راح يصدى لنا؟ راح يصدى لنا بالبدايه الفيرست لاين، وبعدين السكند لاين، وبعدين الثيرد لاين. طبعا هنا هاي الصور ترى معبرة جدا، وهسه راح اعرف شلون، راح ابين لكم شلون معبرة. شلون معبرة؟ انا اقول لك الفيرست لاين يمثل لك يعني اللي هو الكيميكال بارير والفيزيكال بارير، اللي هن الجلد، الاغشية المخاطية. انا طبعا هذا الموضوع شارحه بالبيولوجي بقناتي الخاصة للطلاب مال المرحلة الاولى، كان موجود عندهم بالبيولوجي مقدمة جدا بسيطة عن الاميون، فما راح اتطرق لها، تقدرون ترجعون على الفيديو عادي. كيميكال بارير اللي تتمثل يعني بالاغشيه المخاطيه، التعرق ما تعرق، الدموع والى اخره، اذا يكون يعتبر يعني حواجز صد زين قبل دخولهم لمجرى الدم. مثل ما تشوف هنا نقول لك حامض المعده من ضمنها، الدموع، الاغشيه المخاطيه، الجلد نفسه، الجلد مالتك يمنع اصلا دخول الميكروب قبل الى داخل الجسم الدمك، الريفلكسز مثلا لما تعطس، لما تقوح فجاه، هاي مثلا انت جسمك استشعر فتشي غريب تمام نسمي انتجين، وانت قمت تقح لا اراديا او تعطس لا اراديا، هاي هم يعتبر نوع من انواع الاستجابات المناعية. نجي هسه المن نجي، ها خلصنا هسه من الفيرست لاين.
نجي للسكند لاين. السكند لاين قول مثلا للميكروب هذا واحد من هذني عبر هذني كلين عبرهن زين. طب للسكند لاين اللي هي داخل الاحشاء او داخل الانسجه منو راح يتصدى له؟ راح يتصدى له عندك الفاجوسايتس اللي هن البلاعم الخلويه من انه اللي يعتبر يعني تعرف خليه البي ام ان اس اللي هي بوليمورفو نيوكليير ليكوسايت، خلايا الدم البيض اللي تكون نيوتروفل العدلة يسموها بالعربي، هي اللي تتصدى وتهتم بعملية الأكل الخلوي أو التهام البكتيريا والميكروب إلى آخره. ثانيا عندنا الانفلاميشن والفيفر، وبعدين راح نعرف شنو الانفلاميشن والفيفر اللي هو الالتهاب والحمى أو السخونة، شنو فائدة بالجهاز المناعي. وأكيد أكيد هاي الناتشرال كيلر، طبعا الناتشرال كيلر هواية مصادر يشملوها من ضمن السكند لاين والثيرد لاين، قسم يقول لك لا بس بالسكند لاين، بس هي بالحالتين يعني احنا ما نعرف ونما نناقشها انه إلها دور هنا وإلها دور ايضا هنا بالثيرد لاين ديفنس بالاعتماد على هذين الخلايا لان هن هذين اللي يحفزنها. وعندك بالسكند لاين ايضا عندك البروتكتيف بروتينز، هذا بروتين مثلا يعني موجود بالكبد زين اللي هو سي رياكتيف بروتين اذا ما خاب ظني، هذا يزداد نسبته بالدم بحالة الالتهابات جدا شديدة اللي يسببها الفيروسات والبكتيريا والى اخره. فمرات لما ناخذ تحاليل تمام على مود يتاكدون الشخص هل عنده التهاب قوي او لا، ياخذون تحليل الدم للسي رياكتيف بروتين، شوفوا اذا نسبته جدا عالية فإذا أكو خلل بالموضوع، وإذا ناصف فإذا الجسم طبيعي وما بي أي إصابة. هذا كل يعتبرون second line defense. خلنا نفرض أن الميكروب واحد من هذني الميكروبات الجوة كلش قوي بحيث عبر هذا اللاين الأول واللاين الثاني ووصل لللاين الثالث اللي هم البزنسمان. البزنسمان شوف يعني حتى لنفس ما يعني تشوفهم إنه حاطي لك إياهم حتى الستايل مالتهم الأوتفيت والكذا مال البزنس. هذول التي سيل والبي سيل، هذول نسميهم الفي اي بي، هذول يشتغلون يسموهم الادابتف اميونيتي او سبيسيفيك اميونيتي، هذا ان كل النون سبيسيفيك يعني هذني يعني حاله الطب بنص الجيش كلها ترمي عليك، ماكو فد شخص يرمي عليك يعني قاصدك لك بالاسم لا، بينما هذول اعتبرهم مثل القناصه، هذول قاصديك بالاسم سبيسيفيك اميون. هذول مثلا يسوي لك أنتيبودي اللي هي الأجسام المضادة ضد مثلا بس البكتيريا أو ضد أنواع محددة من البكتيريا أو ضد أنواع محددة من الفيروس أو ضد أنواع محددة من الباراسايت، يعني يشتغل لك على نوع محدد. يعني خاف هذا اللي عبر هذن كلهن مثلا خلنا نفرض يعني نوع من أنواع البكتيريا مثلا يعني نعتبره الستريبتوكوكس فرضا، الستريبتوكوكس مثلا عبرت كلهن ستريبتوكوكس بايوجين خلنا نفرض عبرت هذني كلهن زين وصلت لهنا، أنا من راح يتلقاها؟ راح يتلقوها الفي اي بي، يتلقوها الفي اي بي. السلام عليكم وين رايح عمو؟ تعال. طبعا تعال شون انه اول شيء لازم نعرف انه هل هاي البكتيريا طابة للجسم سابقا لو لا زين، اذا طاب فالموضوع يكون اسهل، واذا لا لازم يتعرف عليها منو؟ يتعرف عليها التي سيل. التي سيل من يتعرف عليها راح ينطي اشاره زين، وسنعرف شلون راح ينطي اشاره للبي سيل. البي سيل بدوره شو راح تكون لنا؟ راح تكون لنا الانتي بودي، الانتي بودي الجسم المضاد اللي هو اصلا راح يشتغل ضد المايكروب. طبعا بالمحاضرات الجايه كلها راح نتطرق له وحده وحده، التي سيل شنو، البي سيل شنو، الانتي بودي شنو، راح تعرفون ان شاء الله. هسه ننتقل للمصطلحات العامة، هاي ممكن تجيب الامتحان ممكن لا، بس انت لازم تعرفها. الاميونولوجي شنو؟ لوجي يعني هي ترمينولوجي، لوجي معناته شنو؟ معناته علم، اميون يعني المناعة، علم المناعة. فلما تشوف علم الفتشي معين تقول له يا it is a science that deal with the study of host reaction، تفاعلات المضيف اللي هو انا الانسان، when foreign substance are introduced into the body، يعني لما المواد الغريبة والأجسام الغريبة تدخل introduced يعني تدخل للجسم، يعني أني جسمي لما يتفاعل ويا أي مادة غريبة تدخل إلى، هذا يسمى علم المناعة تمام. الإميون ريسبونس اللي استجابة المناعية شنو؟ طبعا ريسبونس خلي أفهمكم شنو كلمة ريسبونس. ريسبونس استجابة، أوكي نعرف شنو استجابة، بس نعرف شنو بالاستجابة اللي يقصد بيها. الاستجابة هي أي تغير يعني suddenly any suddenly change in the environment، يعني أي تغير مفاجئ
بالطبيعة أو بالبيئة اللي أنت بيها. يعني جسمك دا يشتغل طبيعي، فجأة صار تغير، هذا اعتبر ريسبونس اللي هو استجابة. استجابة شنو؟ فد شيء معين اللي هو الفورين سبستنس. يقول لك الاميون ريسبونس از ذا اكشن اللي هو اكشن اوف اميون سيستم اجينست باثوجين، اللي هو عمل او فعالية الجهاز المناعي ضد المسببات المرض او الباثوجين. It used different recognition system to effectively eliminate the invading pathogen or its products. يعني شنو different recognition system؟ يقول له عندك أنظمة مال تمييز. أنا شو قلت لكم؟ إذا الباثوجين عبر هذين الخطين زين، يوصل للخط مال specifically هي المناعة المحددة والمناعة الخاصة، لازم يتحدد هل هو طاب للجسم قبل لو لا، وإذا جديد شو نسوي، وإذا طاب قبل شو نسوي. فيستعمل عدة أنظمة مال تحديد وتمييز للباثوجين هذا اللي تسبب لنا تأثير فعال بإزالته لهذا الانفيدنج باثوجين، أو إزالة النواتج اللي نتجها، مثلا السموم اللي هو أنتجها، تمام، أو البقايا الخلوية مالته ورا ما تم تدميره. يقول لك response generated against potential pathogen is called immune response. يقول لك يعني هذا الاستجابة اللي تكون ضد باثوجين قوي، يعني عبر قوي شنو؟ يعني عبر هذين اثنينات زين، اول خطين وصل لهنا. لان انت مثلا بالجلد، يعني سنتان ودا احكي وياك، مثلا طبت بكتيريا زين، عبرت الجلد مالتي وصلت للاحشاء، تصدوا لها هذول كلهم، ماتت البكتيريا ما وصلت لنا، فما راح يصير عندك اميون ريسبونس. الاميون ريسبونس شو وقت يصير؟ لما الباثوجين يكون كلش قوي، بحيث يعبر الجليد ويعبر الانسجه ويعبر كل شيء ويوصل لمجرى الدم. من يوصل لمجرى الدم وهذن يلك فنه، من يصير ذن يلك فنه، لا هنا انا راح تبدا عندك الاستجابه المناعيه. فهذا اللي بدي اوضح لك، يعني يا يشتغل ضد against potential pathogen. potential pathogen يعني مسبب للمرض قوي او مايكروب قوي، تمام. خلنا نعرف شنو الانتيجين. هسه الانتيجين يقول لك any foreign substance، اي ماده غريبه عن جسمك. احنا نعرف الجسم مكون من تقريبا قرابه 40 تريليون خليه، تمام. كل خليه بها self antigen، يعني فد جزء معين يوضح للجهاز المناعي انه يابا هاي الخليه مال جسمي اني، مو تجي تقتلها، لان جهازك المناعي مصمم انه يشوف اي ماده غريبه عن جسمه، عن جسمك يكتبها زين. فاحنا عندنا سيلف انتيجين وعندنا لا انتيجين. الانتيجين اللي هو اي ماده غريبه جايه من خارج الجسم، يقول لك فورين سبستنس، ماده غريبه تحفز لنا الجهاز المناعي، انديوس اميون ريسبونس او استجابه المناعيه. يقول لك الانتيجين كاز اميون ريسبونس تيرمد اميونوجين. يقول لك اي انتيجين غريب يعني من خارج جسمك، اي ماده من خارج جسمك، عسى ما هاي الرذاذ اللي يكون يعني مال الغبار اللي يكون بالجو زين، اكو بعض ناس عندهم حساسيه لهالشيء، تمام، هذا يعتبر انتيجين، هذا يحفز لنا الجهاز المناعي. فش نسميه؟ ما نسميه انتيجين، عادي نسميه اميونوجين، تمام. هاي يعني فد اشياء معلومات عامه ممكن تجي بالام سي كيو، فخليها ببالك. يقول لك الانتيجين اكو بي سبيسيفيك سايت زين، يرتبط بالانتيبودي كولد ابيتوب. بدي خلينا نشوف شنو الانتيبودي. الانتيبودي هو يقول لك بروتين او سبستنس او ماده تنتج من قبل الاستجابه المناعيه ضد بارتيكولر باثوجين، ضد باثوجين معين او مخصص، يسموه الانتيجين، يعني الانتيجين مال هذا الباثوجين. نفس ما قلت لكم التي سيل تنطي فد اشاره خلويه للبي سيل على مديابه، عندنا مثلا بكتيريا جديده طبت للجسم ما طابه قبل وما محاربها قبل زين، فسوينا انتيبودي مخصص لها. الانتيبودي هو الجسم المضاد زين. الانتيبودي يكون شكله هيجي مثل حرف واي بالضبط، هذا شكله زين. الانتيجين يعني يختلف، اكو احجام له، بس احنا خلينا نعتبر مثلا كره صغيرونه، تمام، واكو فوق هاي الكره فد تركيب اسمه الابيتوب زين. الابيتوب، هذا الابيتوب، هذا بالازرق الابيتوب، هذا هو المكان اللي راح يرتبط به الانتيبودي ويا الانتيجين. شوفوا خليك يا بنفس اللون، هذا الابيتوب لما يطب هو مو يجي يمشي بمجرى الدم، مثلا لقى انتيبودي لقافه، شلون راح تصير الاستجابه المناعيه؟ لما هذا الابيتوب اللي موجود فوق الانتيجين اللي هاي القطعه تيجي ترتبط بالمكان المخصص لها وين؟ بالانتيبودي زين. لما ترتبط بالانتيبودي تلقائيا الاستجابه المناعيه راح تشتغل والانتيبودي راح يقوم يقتل هذا الانتيجين، تمام. هاي الانتيجين ممكن تكون قطعه بجدار الخليه البكتيريه او جدار الفيروس او الى اخره. نرجع نقول لك الانتيجين هاف سبيسيفيك سايت، مكان محدد للارتباط ويا الانتيبودي اسمه الابيتوب.
بروتينز انت بولي سكرايد، ها طبعا مهمه. يقول لك البروتينات والبولي سكرايد، سكرايد متعدده، هي تعتبر الانتيجينات الاقوى. الانتيجينات طبعا انواع، ممكن تكون بروتين، ممكن تكون سكريات، ممكن تكون دهون، ممكن تكون مجرد حمض نووي. يقول لك اقوى شيء ان البروتين والبولي سكرايد، بينما اللي هي الانتيجين اللي تكون تركيبها عباره عن ليبيد او نيوكليك اسيد اللي هو دهون او حمض نووي، يكون تأثيرها أقل أو مو كلش قوية، يعني قبل يقتلها الجهاز المناعي. نجي نسأل innate immune، مناعة ذاتية. يقول لك innate immune، أنا حمر عليهم مرور الكرام، first line of defense نفس ما قلت لكم، هو الخط الأول من الصد، which is non-specific. ها طبعا أهم كلمة بيها non-specific. innate immune دائما non-specific. إذا جاء بالMCQ بالامتحان الوزاري، the innate immune is first line of defense which is specific to invading pathogen، يعني مخصص. قل له غلط غلط غلط، هو non specific، غير مخصص، يعني ياكل اخضر يابس، ما عنده فد نوع محدد يدافع عليه، شكو شيء يطب جسمك يدافع ضده. يقول لك to the invading is rapidly mobilized at the initial site of infection but lacks immunologic memory and is called innate immune. يقول لك هو بسرعة ينتقل لمكان الإصابة أو مكان الغزو الميكروبي، بس يفتقد لنا للذاكرة المناعية. الذاكرة المناعية شنو؟ اللي هي لما أنت يطب لك بكتيريا وتتعافى من عندها، يصير عندك خلايا ذاكرة. هاي الخلايا الذاكرة إذا طبت هاي البكتيريا نفسها مرة تلوخ زين، قبل تموت، ما يحتاج تاخذ وقت يلا تموت، لان صار عندنا خلايا ميموري، ذاكره صارت عندنا. بينما يقول لك الانيت والفيرست لاين والسكند لاين، هذين ما عندهم، يعني ال شو يسمونه، العفو، الفيرست لاين ما عنده الاميونولوجيك ميموري، فيسموه انيت اميون. بينما السكند ديفنس سيستم از كولد ادابتيف اميون، اللي هو المناعه التكيفيه، يعني تتكيف المناعه مالتك، الخلايا الموجوده يصير عندهن تكيف ضد هذا الانتيجين، خاف يدخل لك مرة تلوخ تقدر تحاربه. يقول لك it's specific for pathogen and can confer protective immunity to be infection with the pathogen. يقول لك تقدر توفر لك مناعة تفيدك بالدفاع ضد نفس الباثوجين إذا صار عندك ري انفكشن، يعني إذا تنصاب بي مرة تلوخ، شرط نفس الباثوجين. هذا اللي هو يا هو second defense، second line of defense، العفو مو second line، وإنما second defense اللي هو هذا، لاحظ لي هذا اللي هو الثيرد لاين. سكند ديفنس هذني يعتبر فيرست ديفنس، مو فيرست لاين، لا ذني فيرست ديفنس، الدفاع الاول مكون من فيرست لاين وسكند لاين. بينما السكند ديفنس اللي هو الثيرد لاين وحده، يقول لك هذا اللي يكون خلايا الذاكره ضد الباثوجينات. زين، بعد شنو يقول لك؟ يا بالادابتيف اميون كان سبيسيفيكلي ريكوجنايز اند ديستروي ذا باثوجين. يقول لك هي الادابتيف نفس ما قلت لك، التي والبي سيل تقدر تحدد لنا بالخصوص الباثوجين معين نقدر نكتله، لان الليمفوسايت تكون كيرينج سبيشلايت سيلولار ريسبتور، بها ريسبتورات مستقبلات خاصه، وصراحة نعرف ندرس شنو الريسبتور والانتي بودي، وبها سبيسيفيك انتي بودي ضد انتيجينات معينه. هاي الانتيجين اذا طب لك قبل ينكتل بواسطة فعاليات هاي الخلايا. يقول لك الادابتيف ايمين ريسبونس انكلودينج باثو الفاجوسايتك سيل. شنو مكونات الادابتيف؟ يقول لك فاجوسايتك سيل بي ام ان اس نفس ما قلنا، ناتشرال كيلر، قلت لك ممكن تنحسب على النيت، ممكن تحسب على الادابتيف، وسنعرف ليش. عندك التول لايك ريسبتر، بس افهمكم شنو التول لايك ريسبتر. وعندك السايتوكينز اند كومبلمنت سيستم، هذول كلهم راح نعرفهم بالمحاضرات الجايه. يقول لك فاكتورات معينه تاثر بالإنيت إميونيتي. العمر، العمر شلون؟ عمر الإنسان من 15 إلى 54، هذا ذروة ذروة جهازك المناعي. هنا جهازك المناعي يكون أقوى شيء، وراها من بعد عمر 45 يبدأ شوي شوي تقل الفعالية إلى أن يضعفها. طبعا يختلف من إنسان إلى آخر. الهرمونات مثلا عندك الميل جهاز المناعي أقوى من الفيميل، ستسأل ليش؟ لأن ببساطة أنت يعني كرجل ما عندك دورة شهرية، تمام؟ الدورة الشهرية شنو نعرف بها؟ انه يخرج الدم من جسم الامرأة. زين، هذا الدم به هواي خلايا مناعية، هواي اجسام مضادة. زين، اذا خرج يعني راح يقل عدده، لو ما راح يقل طبيعي راح يقل، فتكون ال شو اسمه الفعالية المناعية ضد عد المرأة اقل من الرجال. بالاضافة هرمونات المرأة اللي هي الاستروجين والبروجستيرون، بغض النظر عن الاستروجين هو محفز جدا قوي للجهاز المناعي، بس ممكن يسبب لنا امراض مناعة ذاتية، وبعدين راح ندرسها بالمحاضرة الاخيرة. والبروجستيرون هذا يضعف الجهاز المناعي مال المرأة. فهنا الرجل يكون عنده الكتف العليا
بالتفوق على المرأة من ناحية إنه قوة الجهاز المناعي. يقول لك الدراجز والكيميكال، المواد الكيميائية والأدوية، بعض الأدوية ممكن تضعف جهازك المناعي. المالنوتريشن، نوتريشن تغذية، مالنوتريشن يعني سوء التغذية، يعني تشتاكل، يعني الأكل اللي تاكله هل مفيد، هل يقوي جهازك المناعي؟ لا، فهذا يأثر. فاتيج والستريس اللي هو الفاتيج الإجهاد، والستريس اللي هو الضغط اللي يكون عندك. واحنا نقول أهم شيء العامل النفسي، العامل النفسي هو أساس شفاء المريض قبل الدواء وقبل كل شيء، يعني ممكن يشكل نسبة فوق 50% من نسبة تعافي المريض من أي مرض معين. فدائما من تتمرض مو تسلمها تراب للمرض، لا شوي يعني خليك تضحك سولف كذا، طيب حظ المرض بنفسيتك الحلوة، مو تقعد تكتئب وهاي الأمور الطيبة. genetic determinants يعني العوامل الوراثية، ممكن أكو ناس هم يعني من قاعهم مولودين إنه جهازهم المناعي ضعيف يعني. بس ننتقل مراجعة سريعة هنا اللي حكينا سابقا. طبعا أنا طولت من الموضوع لأن هذا كلش مهم، إذا ما تفتهم هذا الحكيته والخطوط هاي الثلاث اللي حكيناها ما راح تفتهم أنا يعني باقي المناعة. نجي اللي بدكم تركزون عليه، طبعا نون سبيسيفيك ديفنس مكون من خطين، الأول والثاني. الأول شي يحتوي إنه سكين، الجلد مالتك، السيلي الأهداب، الشعيرات اللي موجودة بالأغشية، فيسيولوجيكال فاكتور نفس ما قلت لكم اللي ان الاغشيه المخاطيه، العرق، الدموع والى اخره، لان كل نوع يعتبر عامل فيسيولوجي. سكند لاين اوف ديفنس شنو يحتوي لنا؟ اللي هن فاجوسايتك وايت، هن اذا يعني هذا بالجلد، هذني اللي هن الجلد غلاف جسمك. بينما اذا طبا للانسجه شنو اكو بالانسجه؟ اكو اعتياد بلاعم كبيره، خلايا دم بيضاء وظيفتها بلعميه اسمها فاجوسايتك وايت بلود سيل بي ام ان اس. الاستجابة اللي هي الالتهاب، الالتهاب هم يعتبر نوع من أنواع الاستجابة المناعية. وأيضا أنتي مايكروبيال سبستنس، شنو أنتي مايكروبيال سبستنس؟ مرات الجلد، مرات الأنسجة بيها فد بروتينات زين تفرز ضد الميكروب، يعني فتساعد بعملية قتله أحسن ما يطب لمجرى الدم ويصير عندي مشكلة. هنا أنا الثيرد لاين اللي هو مجرى الدم نفسه اللي شنو بي بي تي والبي سيل ليمفوسايت والانتيبوديز. ننتقل هسه الفيسيولوجيكال باريرز. يقول لك ياب فيو مايكرو اورجانيزم ار كابابل اوف بينتريتنج انتاكت سكين، يقول لك بعض الميكروب ادها القدره انه تشق جدار الجلد وتدخل الى الانسجه. يقول لك بات ماني كان انتر سويت اور سيباشيس جلاند اند هير فوليكلز اند ستابش ذيم سيلف ذير، يقول لك اكو الكثير منهن انه يطبن للغدد العرقية الموجودة بجلدك او الغدد الدهنية او حتى البصيلات مال شعرك ويستقرن بهاي المنطقة. يعني زين اذا استقرن بهاي المنطقة مشكلة. يعني sweet and sebaceous secretions by virtue of their acid pH and certain chemical substance especially fatty acid have antimicrobial properties. يقول لك يا بالتعرق والدهون اللي تفرز من الغدد الدهنيه هذني عندهن البي اتش مالتهن حامضيه يعني اسيدك زين، وبعد وياها ايضا سيرتين كيميكال سبستنس مثل اللايزوزايم اللي هو الشارحه انا ايضا التعرق والدموع والغدد الدهنيه يكونن بيه اللايزوزايم. اللايزوزايم هذا اقوى انزيم لتدمير جدار البكتيريا او جدار الميكروب زين، بالاضافه الى انه وسطهن الحامض يعني القاتل. يقول لك هذا يعطيهن الخواص اللي هي تكون انتي مايكروبيال بروبرتيز يعني اللي تحارب بها الميكروب وتقتل بها الميكروب. شنو اللايسوزايم اللي استوني حكيت عنه؟ يقول لك ان انزايم ذات ديسولف سام بكتيريال سيل وول، انزايم يحلل لنا جدار البكتيريا هو اقوى شيء تقريبا. از بريزنت اون ذا سكين اند كان هيلب بروفايد بروتكشن اجينست سام مايكروورجانيزم، يقول لك وين موجود؟ بالسكن، موجود بالدموع، موجود داخل الخلايا الدم البيضاء البلعميه، موجود بالتعرق مالتك، موجود يعني تقريبا موجود بأغلب أماكن جسمك. تمام، provide protection يعطينا حماية against some microorganism، بعض الميكروorganism وليس كلهم. lysozyme is also present in tears نفس ما قلت لكم موجود بالدموع وإلى آخره. lysozyme وين ما يعني وين ما يكتب لك موجود هو موجود صحيح، يعني بأي سائل يخرج من جسمك عدا البول، طبعا أي سائل يخرج من جسمك عدا البول، يعني أنا جاي أشمل لك الدموع، أشمل لك الدهون، أشمل لك دهون البشرة طبعا، أشمل لك التعرق، أشمل لك حتى اللعاب هم موجود بيه لايسوزايم، فهذا موجود بكل مكان. زين إن أديش بالإضافة يقول لك السكين produce variety of antimicrobial agent، يقول لك نفس ما قلت لكم الجلد مرات يفرز
بعض البروتينات تكون إلها أنتي مايكروبيال بروبرتيز، تعتبر كأنتي مايكروب. زين، من ضمنها اللي هي، هذا مو تلفظ لي بي سورياسين، لا هذا بس سورياسين، هذا سورياسين. هسه إذا ترجمها راح يطلع لك الصدفية، ما له دخل الصدفية. زين، ذاك السورييزس هذاك مرض الصدفية، بينما السورياسين ما دام اكو ان بالاخير هاي من الترمينولوجي، معناته هذا بروتين. بروتين يساعد بعملية قتل الميكروبات على الجلد. يقول لك بالاضافة therefore the skin provides a physiologic barrier to the entry of the pathogen as well as antimicrobial agent to stop the pathogen at the first attempt to invade. يقول لك باول تعرض للغزو الميكروبي، تذكر انه جلدك يوفر لنا حاجز، وبنفس الوقت يفرز لنا بروتين مثل السورياسين يقتل الميكروب او يمنع دخول الميكروب الى الانسجه. هاي انتهينا من الجلد، نجي للميوكوز ممبرين اللي هي الاغشيه المخاطيه. الميوكوز ممبرين اللي هي الاغشيه المخاطيه يقول لك موجوده، يعني غالبا هاي تفيدنا بالريسبيرتوري تراكت، يعني اللي هي الجهاز التنفسي. يقول لك فيلم اوف ميوكوز كفرز، يقول لك يعني مثل الشريط يكون يعني او اغلفه يعني من المخاط. covers the surface and is constantly being driven upward by ciliated cells. اكو شيء اسمه بالريسبيرتوري، طبعا اللور ريسبيرتوري تراكت، انتم ما دام جايين من المرحله الاولى للمرحله الثانيه ما حتعرفون، وانتم اذا مرحله ثانيه وطالعين دور ثاني فاكيد تعرفون هالمعلومه. جهازك التنفسي يقسم الى صوبين او قسمين، الابر واللور، يعني العلوي والسفلي. السفلي اللي هو داخل اللنج، يعني داخل الرئتين. اكو فشيء اسمه السيلياري اسكليتر اللي هو بالعربي حرفيا ترجم الحرفية اسمه مصعد الاهداب. هذا شيء يسوي؟ هذا يصعد الميوكوز اللي يتكون من خلال البرونكو سكريشن اللي داخل اللنج، زين، ضد الميكروب ضد البكتيريا ضد الكذا. زين، يصعد عن طريق هذا السيلياتيد سيل اللي هي موجوده بالسيلياتري اسكليتر اللي هو المصعد المهدب، يصعد المخاط وصولا يوصل للحنجره، من الحنجره تبعد تقوم تقوح وتطلع البلغم. فنصيحتنا الابديه، البلغم يا حبيبي يا عيني يا اخي يا اختي، البلغم زين او المخاط لا تبلعه من خشمك ولا من يطلع من رئتك هم تبلعه، يعني لما يطلع من صدرك لا تبلعه، ومن دخل من خشمك هم لا تبلعه، لان هو اصلا عباره عن كريات دم بيضاء ميته وعبارة عن بكتيريا وبقايا بكتيريا. فانت شكو جاي تطببها لجسمك بغض النظر انه اكو حامض المعدة اللي راح يقتله، بس يعني ليش طلعها يا اخي. المهم هذا الميوكوز ممبرين. بالاضافة قل لك الميوكوز انتيرس كونتين لا تزام، نفس ما قلت لكم شكو سائل شكو سكريشن بالجسم يحتوينا لا تزام عدا البول طبعا. And other substances with antimicrobial properties for some microorganisms. زين، first step in infection is there attachment to surface epithelial cell. يقول لك اول خطوه من الانفكشن انه هي تلتصق بالابيثيليال سيل اللي هي بالجلد او الخلايا الظهريه، by means of adhesive bacterial surface protein مثل the pili of gonococci and escherichia coli. البلاي هاي جزء من تركيب البكتيريا، يعني يساعدها بالاتصال بالابيثيليال سيل مال الخلايا على مود تظل مكلب وما توقع. زين، يقول لك if such cells have IgA antibody، طبعا انا ما راح اتطرق لها هسه لان اكو محاضره كامله عن انواع الانتيبودي. يقول لك اذا اكو IgA بالمكان اللي كلبت بيه البكتيريا يقتلها والى اخره. هاي خلاصه الكلام كله. when organism enter the body عن طريق الميوكوز ممبرين، لما الاورجانزم تخترق الميوكوز ممبرين وتطب داخل الجسم، they tend to be taken by phagocytes، تتلقاها منه الخلايا البلعمية اللي هي PMNS polymorphonuclear cells أو الخلايا العدلة، are neutrophil and are transported into the regional lymphatic vessels that carry them to lymph nodes، توديها للعقد اللمفاوية، هناك راح تتلقاها T والB cell. يا الله جيت والله جابك، دي تعال دق antibody دق إفرازات، من الأخير صمتة وجد جد البكتيريا طلعها خارج الجسم بأقرب. طبعا العقد اللمفاوية تكون منتشرة بالجسم، أكيد دابسي وأكيد عفوها، فما يحتاج أرجع وعيد يعني وهاي الأمور. فاللمف نود هو يعتبر يعني عقد اللمفاوية مثل المركز لتحطيم الميكروب على مود ما ينتشر داخل الجسم. The phagocytes act as barriers to the further spread of large numbers of bacteria. الفاغوسايتس الخلايا البلعمية تعتبر أيضا كحاجز لهواي أعداد من البكتيريا على مود ما تنتشر داخل الجسم، تأخذ الفاغوسايت وديها للنف نود
على مود تقتلها التي والبي سيل والى اخره. الميوكوسيليار ابريتس اللي حكيت لكم عنه اللي هو السيلياري اسكليتر اسمه. ريموفال بكتيريا ان ذا ريسبيراتوري تراكت از ايدد باي بولمونري ماكروفاج. اكو بالجهاز التنفسي ماكروفاج هي بلاعم كبيره، تعرفون شنو ماكروفاج، اسمها البولمونري ماكروفاج، تهتم بهاي الوظيفة اللي هي تطلعها عن طريق هذا المصعد المهدب ووصولنا للحنجرة، بعدين يعني جسمك يتحسسه ويطلع البلغم من خارج الجسم. Special protective mechanism in the respiratory tract include the hairs of the nerves at the nerves and cuff reflex. يقول لك يعني طرق الدفاع المميزة بالجهاز التنفسي اللي يتمثل انه بالهيربز اوف نيرفز اللي هو الشعيرات مال خشمك، شعيرات الخشم اكيد تمنع دخول الغبار، تمنع دخول واي مايكرو اورجانزم المجرى التنفس وبالتالي الى الرئتين مالتك، بالاضافه اللي قلت لكم القحه السعال يعني الكف ريفلكس هم يطلع لك مايكرو اورجانزم والى اخره. هسه خلصنا من الريسبيراتوري، نيجي للجي اي تي. الجي اي تي جهاز الهضمي سيفيرال سيستم فانكشن تو ان اكتيفيت بكتيريا. اقوى شيء عنده مثلا الحامض المعدة، أبسط شيء بالجي آي تي هذا يقتل شكو بكتيريا. الله عز وجل خلى الأجسي أو قد ما قوي شكو مايكرو أورجانزم يقتل عدا الأتش بايلوري اللي هي هيليكوباكتر بايلوري، هاي نوع من أنواع البكتيريا تقاوم حامض المعدة. يقول لك السلايفة اللعاب يحتوين هايدرولايتك إنزيم، إنزيمات محللة بالإضافة إلى الاي جي اي بالإضافة إلى اللايزوزيم اللي ذكرناه فوق. يقول لك الاسيديتي مال الاستومك يعني حامض المعدة نفس ما قلت لكم يقتل البكتيريا اللي تكون تنهضم ويا الاكل مثل الفايبريا كوليرا، بس البايلوري ما يقتل الاتش بايلوري. And the small intestine contain many proteolytic enzyme and active macrophage. اللي يفيدك من هذا كله شنو؟ اتذكر انه الهايدرولايتك انزيم وين موجوده؟ بنفس الكيو تي جي طبعا، اكيد تجي 100% بالسلايفا زين، لان هاي مشابهات. بينما البروتولايتك انزيم وين موجود؟ بالانتستاين. فركز، اكو بروتولايتك يعني انزيمات محلله للبروتين، واكو الهايدرولايتك اللي انزيمات محلله. الهايدرولايتك موجوده بالسلايفا بينما البروتولايتك لا، موجوده بالامعاء الدقيقه. يقول لك بوث فاكتورز ديستروي مايكرو اورجانزم ان سمول انتستاين الاخر اللي هو الاكتيف ماكروفاج والبروتولايتك. بعد يقول لك ات ماست بي ريممبرد زين، انه يابا شنو ريممبرد يعني؟ يقول لك يابا most mucous membrane of the body carry a constant normal microbiota. نفس ما نعرف وعرفنا العام بالمرحلة الأولى انه اكو شيء اسمه microbiota. microbiota يعتبر جزء من نظامك المناعي او جهاز المناعي مالتك، اللي هي البكتيريا الحميدة اللي تكون داخل جسمك normal flora. اذا طبت بكتيريا ثانيه مثلا، هاي الميكروبيوتا والنورمال فلورا تيجي تحارب هاي البكتيريا في سبيل ما تاخذ مكانها. يعني يصير يعني السالفه انه يابا انا قاعد هنا تجي انت تاخذ مكان باي حق، تعال نتلاطم. فيتلاطمون بيناتهم البكتيريا الحميده والبكتيريا الضاره، الى ان البكتيريا الحميده تقتل البكتيريا الضاره بمساعده جهازك المناعي وتبقى بمكانها. ستقول لي كابتن احنا ايش حكينا؟ مو على اساس جهازك المناعي يحدد اي جسم غريب يدخل جسمك؟ اي بس البكتيريا الحميدة هاي موجودة من زمان بجسمك وجهازك المناعي متعرف عليها فما يقتلها، بينما يقتل البكتيريا الضارة. فهذا يقول لك نياب المايكروبيوتا هي جزء من جهازك المناعي والى اخره. ما كفت شيء مهم هنا، بس مجرد حكي وإعادة كلام. نجي للميكانيزم اوف انيت اميونيتي، كله شرحناه، يرجع يعيده مرت اللخ لا تركز عليه. وصولا لهنا انا يقول لك الفاجوسايتك ليكوسايت such as polymorphonuclear neutrophil اللي هي PMNS، هاي اكثر خليه مهمه من ناحيه البلعمه الخلويه. ها طبعا وظيفتها تبلعم بلعمه واحده بس، يعني هي هاي هيك الخليه اوكي زين، اجاها مثلا بكتيريا هاي اكلتها الى اخره، طلعتها فتات خلوي كتلت روحها في مال لا في مال لا، وظيفتها بالحياه انه تاكل مره واحده وتموت. بينما لا عندك الناتشرال كيلر مثلا او الماكروفاج لا، ما تاكل مره واحده تموت، تبقى الى ان تتعب. يقول لك الناتشرال كيلر ايضا تعتبر من ضمن الانظمه الخلويه اللي تساعد بالديفنس ضد الميكروبس. الانتر اكشن اوف ذا انفيدنج مايكروبس وذ ذيس سيلز
And other cells throughout the body triggers the release of complement and numerous cytokines and chemokine. هنا أنا بدك تركز بالسيتوكين والكيموكاين. بعدين رح ندرس محاضرة كاملة عن السيتوكين والكيموكاين، بس أنا بحطك إياها في ديتشي. أنا أقول بعد لا تسألوا لا تتساءل باقي المحاضرات إذا ذكرن. سيتوكين مواد كيميائية تفرزها الخلايا، تعتبر كإشارات خلوية على مديابة جيب باقي الخلايا المناعية، ترى أكو بكتيريا يمي، أكو فد مايكروب يمي داي أذيني، خلي نقاتله، إشارات خلوية. الكيموكاين شنو؟ الكيموكاين هي الإشارات الخلوية اللي موجودة على مجرى الدم وبالطريق بالأنسجة اللي تفرزها باقي الخلايا على مود توصل الخلايا المناعية البعيدة بمجرى الدم إلى مكان الإصابة. يعني مثل الدليل، يعني مثلا اعتبر هاي الخلية المناعية وهنا مثلا مكان الإصابة، شلون توصل لهنا؟ فنرجع مثل ما قلنا انه ياب هاي الخلية المناعية مالتنا وهاي مكان الإصابة. زين انا هي ايش مدريها انه ياب اكو هنا مكان إصابة، اكو باقي خلايا جسمك راح تفرز الكيموكان. الكيموكان راح تكون بالطريق هيجي ترسم لها طريق للخلية المناعية وصولا لوين تتبع هاي الخلية المناعية هاي النقاط للكيموكان وصولا لمكان الإصابة من تشوف البكتيريا والمايكروب قبل تقوم تحاربه. هاي فشي مختصر إلى آخر يقول لك many of these are the pro-inflammatory cytokine اللي تكون هاي تنفرس قبل لا يبدي الالتهاب، مثل انتربلوكين 1 تيومر نكروسس فاكتور الفا انتربلوكين 6. هذين كلهم راح ندرسهم بالتفصيل بمحاضرة خاصة فما راح ادخلكم بيها. نجي للمايكروبيال سنسر، بس هاي جدا مهمة بدك تركز عليها. اكو سنسرات يعني مستشعرات للمايكروب موجودات داخل خلايا جسمك نفسها. زين هسه انت تتساءل الفيرست لاين والسكند لاين هنا صح نون سبيسيفيك، شكو شي طب غريب يكتلنا، بس يا ترى هنش مدري هنا هذا غريب غير اكفت شي اشار له انه هذا غريب. نجي هسه يجي دور منه المايكروبيال سنسر، مستشعرات المايكروب. هن مكونات من تول لايك ريسبتر واللي هن الاهم طبعا والاشهر، والنود لايك ريسبتر والار اي جي اللي هي لايك هيليكيز اند ام دي اي 5. هذني كلهن سنسرات مستشعرات للمايكروب. زين وظيفتهن انه يابا اكو مايكروب طول الجسم، فشنو باقي الخلايا تجي تحاربه. يقول لك بيست ستدي اوف مايكروبو سنسر هو التول لايك ريسبتور، هو الاهم. يقول لك هاي مقدمات الى اخره، من ضمنه يقول لك يابا اوف ذا فاميلي اوف ايفولوشنري كونسيرفد باترن ريكوجنيشن ريسبتور، اللي هو هذا هو يعتبر هذا مجموعة ريسبترات من ضمنها منشق شنو عائلة تسمى بالتول لايك ريسبتر. يعني التول لايك ريسبتر أصلها شنو؟ أصلها الـ PRRS ريسبترز، بالإضافة إلى الـ Recognition Pathogen Associated Molecular Pattern. هاي موجودة بالماكروفيج وبالPMNS، هاي ريسبترات أيضا تحدد الباثوجين. هذين كلهم يلعبون دور بعملية تنبيه باقي الخلايا أن ياب أكو باثوجين هنا. هسه نعبر هذا الحكي ليش؟ لأنه راح يتطرق لك يقول لك كم نوع اكو بالتول لايك ريسبتر. يقول لك اكو 10 انواع داخل جسم الانسان، هذني مو داخل السيتوبلازم، هذني خارج السيتوبلازم. زين يعني هذني منتشرات يا اما على اغشيه الخليه او خارج السيتوبلازم خارج الخليه. النوع الاول زين اللي هو نجي هو طبعا حاطين عدم الترتيب، احنا مسوين مثل الخريطة أصف ذهني هسه راح تطلع لكم بالشاشة. زين تقدرون يعني تاخذوها وتحفظوها يمكم، بالإضافة أيضا راح انزلها بالقناة إذا ما ظهرتها بالمونتاج راح تنزل بالقناة. عندنا جدول كل تول لايك ريسبتر شنو وظيفته ويحدد لنا شنو ويكشف لنا يا نوع من المايكروب. أنا راح أحكي مرور الكرامة مر عليهن لأنهن حاطن يعني فتشي ما مرتب، فاحنا شو راح نسوي؟ راح نسوي بخريطة أصف ذهني ننزل لكم اياها بالقناة مع الملفات، تلقون رابطها بالدسكريبشن. يقول لك التول لايك ريسبتر 2 وظيفته انه يابا ريكوجنايز يكشف لنا ويحدد لنا فيريوس ليجنز، مثل اللايبروتيكويك اسيد اللي هو موجود بالجرام بوزيتيف بكتيريا. زين كونك يعني شنو كونك انت دارس مرحلة ثانية فتعرف شنو الجرام بوزيتيف بكتيريا، بينما من الاولى للثانية جايين ما يعرفوا شنو الجرام بوزيتيف بكتيريا، راح تدرسوها ان شاء الله ببداية الكورس الاول. بس فد معلومة عامة، الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف الاختلاف يكون بالجدار الخلوي مالتها. زين الجدار الخلوي مالتها اكو بيها طبقة زيادة
ووحده لا ما بيها طبقه زياده، فهذا الاختلاف زين فهو يحدد هاي الانواع من البكتيريا اللي هي الجرام بوزيتيف بكتيريا، بينما التول لايك ريسبتور 3 يحدد لنا الدبل ستراند ار ان اي مال الفيروس. زين يعني يلزم الدبل ستراند ار ان اي مال الفيروس ما يخليه يضعف. بينما التول لايك ريسبتور 1 تول لايك ريسبتور 6 يحدد لنا المالتيبل داي اسيل بيبتايد مثل المايكوبلازما. المايكوبلازما هاي طبعا نوع من انواع البكتيريا، طبعا هاي البكتيريا الوحيده اللي ما بيها سيل وول. زين عموما بينما تول لايك ريسبتور 4 هو سبيسيفيك للجرام نيجاتيف، ها الثاني للجرام بوزيتيف، بينما الرابع لا للجرام نيجاتيف. ليش؟ لان يحدد لنا اللايبوبولي ساكرايد اللي هو الاوتر ممبرين مال الخليه البكتيريه. تول لايك ريسبتور 5 من اذر هاند يقول لك انا احدد البكتيريا الفلاجيلين، يعني الفلاجيلا مال البكتيريا او اللي اسمها بالعربي، يعني حتى نسيت اسمها بالعربي للامانه، اللي هي هاي الاسواط اللي تتحرك بها البكتيريا. زين تول لايك ريسبتور 7 وتول لايك ريسبتور 8 اثنيناتهم يشتغلن على السنجل ستراند viral replication، بينما ارجع هنا التول لايك ريسبتور 3 عليها هو دبل ستراند ار ان اي، بينما هذا سنجل ستراند ار ان اي. نجي التول لايك ريسبتور 9 يشتغل على دي ان اي البكتيريا، تمام يحدد لنا دي ان اي البكتيريا. واخير شيء يقول لك التول لايك ريسبتور 10 يقول لك اورفن ريسبتور، يعني ريسبتور ما معروف شنو الوظيفه ما تلحد لان ما مكتشفيها. هاي كلها تجي بالام سي كيو، كلها بدون استثناء تجي بالام سي كيو. انا ما حنزلكم جدول لا تحفظون هذا، نزلكم جدول قناة الملفات اقروه هواي افضل لكم. نظر هاند يقول لك النود لايك ريسبتور والى اخره، هذني نفس الحكي مال هذني اللي حكيناه، بس الفرق هذني داخل السيتوبلازم مال الخليه، يعني خاف مايكروب يطب داخل السيتوبلازم وما تعبر الخليه، النود لايك ريسبتور يتلوك فوق ويطيع عاسل الخليه انه يابا كتلي او طلع اي خارج الخليه. They activate the nuclear factor kappa light chain enhancer of activated B cell الى اخره. ها طبعا ما راح اتطرق لها هسه لان قلت لكم بالمستقبل، يعني بس فد محاضرتين ثلاثه بعد اكو فد محاضره خاصه عن البي سيل والتي سيل. تحفز ان الانفلاماتوري ريسبونس سيميلر تو تو لايك ريسبتورز الى اخره. ذا ثيرد جروب اوف مايكروبيال سنسر بقى الار اي جي 1 لايك هيليكيز اند ام دي اي 5 ريسبتورز، هذا هماتين موجود بالسيتوبلازم. يعني هذني ركز، هذا بالخصوص هذا وظيفته صح موجود بالسيتوبلازم حاله حال النود لايك ريسبتور، بس هذا الار اي جي يحدد لنا بس السنجل ستراند ار ان اي اللي هو الفيروسات من نوع السنجل ستراند. الفيروسات طبعا هي انواع، اكو سنجل ستراند اكو دبل ستراند. زميلي محمد حسين ان شاء الله جاي يشرح لكم فيروسات، فاتمنى تقوون فيروسات قبل لا تقوون مناعه. زين انه تعرفون شنو السنجل ستراند فيروس شنو الدبل ستراند فيروس. هذا الـ RIG يحدد لنا أو يكشف لنا الـ single strand RNA اللي يطب داخل الخلية، تمام؟ اللي هو أيضاً موجود بالسيتوبلازم. شلون تعرفه؟ شفرة هذا بداية R الذكر الـ RNA بس، يعني هاي أبسط شفرة إله. الـ engagement of single strand إلى آخره يحفز لنا إفراز الانترفيرون. الانترفيرون هاي نوع من أنواع البروتينات تشتغل على الفيروسات، هم راح نتطرق لها بعدين. زين فاجوسايتوزس عملية البلعمة الخلوية كلكم تعرفوها شنو هي، بس راح شنو احكيها بشكل سريع. هي عملية فاجوسايت للمايكروب. المايكروب تعتمد ان على شنو عدة خطوات من ضمنها الكيموتاكسس. الكيموتاكسس اللي نفس ما قلت لكم كيموكاين اكو تلحقه الماكروفيج وصولا الى المكان مال الانفكشن اللي هو هذا استونا رسمت لكم اياه. لما اكو خلية مناعية زين واكو هنا مكان مال الاصابة تنفرز كيموكاينات. زين هاي العملية شي يسموها كيموتاكسس. زين اي وصولا الى ان توصل ماكروفيج او الخلية البلعمية الى مكان الاصابة. ميجريشن مهاجرة من مجرى الدم الى الانسجة. انجستشن ابتلاع المايكروب وبالاخير قتل المايكروب. شلون كلين يصير انا سنتطرق لهن. مايكروب اورجانيزم ان اذر اكزوجينس انتيجين ذات انتر ذا ليمفاتيك lung and bloodstream are engulfed by rabid phagocytic cells. يقول لك اي مايكرو اورجانيزم يعتبر جايك من الخارج يعني يطب للاغشيه الليمفاويه الليمفاتيك تشو او يطب للرئه او يطب للبلد زين تتلقى الفاجوسايتك سيل. زين فاجوسايتك سيل تجي تشوف هذا الانتيجين يا الله السلام عليكم زين تاكله قبل مثل الورد.
بس شلون تاكله وشنو عمليه الميكانيزم اللي راح تصير هسه نعرفها. يقول لك when pathogen make its way through the epithelial barrier، يقول لك لما شلون هذا راح تكشف هاي الخليه، لما يخترق الابيثيليال بارير يطب للانسجه راح تتلقى هاي الفاجوسايتك سيل وتبتلع. الفاجوسايتك انيميون سيستم يتكون من الاتي، اول شيء المونوسايتس اللي هي بالدم اسمها مونوسايت، اذا طبت للانسجه شي يصير اسمها ماكروفيج، هاي اول خليه بلعميه. الثانيه اللي هي جرانيولوسايتس من ضمنها البي ام ان اس اليوزينوفيل والبيسوفيل. الجرانيولوسايت اللي هن الخلايا الدم البيضاء المحببة، ركز المحببة يعني بها الجرانيول حبيبات، من ضمنها البي ام ان اس بوليمورفونيوكليير نيوتروفيل اللي هي العدلة خلية الدم البيضاء العدلة، وايضا الحمضة والقعدة، بالاضافة للدنتريتك سيل بالعربي اسمها خلايا التشجرية، هاي ايضا نفس السيستم الماكروفيج ساعدنا بالعملية بالعمل الخلوية. هنا أنا راح يرجع يحكي لك الحكايه، المونوسايت يقول لك هي سمول ليكوسايت، خليه دم بيضاء صغيرونه موجوده بالبلد زين. هي طبعا مو صغيرونه، هي اكبر وحده بيهن، بس القصد يعني بالنسبه للمجهر هي صغيرونه، تكون بالبلد تنضج الى ماكروفيج لما تدخل للتشو. فور اكزامبل يقول لك they are known a Kupffer cell، الماكروفيج بكل نسيج لها اسم معين، بالليفر اسمها Kupffer cell، بالبولمونري اللي هو باللنج اسمها بولمونري مايكروفيج، بالجلد اسمها لانجرهانس، بالجهاز العصبي اسمها ماكروغليا، فبكل مكان لها اسم معين تمام يعني، بس هي بالاصل هي ماكروفيج. شنو وظيفتها؟ يقول لك انجولف اند كيل باثوجين، هذا اللي يفيدك زين. الجرانيولوسايت هم نفس الوظيفه، بس الفرق انه يابا شي يقول لك، يقول لك يابا هاي البي ام ان اس نيوتروفيل قلت لكم شورت هالف لايف، يعني هاي وظيفتها شنو شورت هالف لايف؟ يعني هاي عكس هاي، الماكروفيج من تاكل خليه بكتيريه وتقتلها هذا هو تكمل، تشوف اخاف اكو بعد خلايا اخرى هم تقتلهن، بينما النيوتروفيل صح قويه بس شنو شورت هالف لايف؟ يعني الها بس مره واحده تشتغل، يعني اذا شافت لها مثلا خليه بكتيريه اكلتها دمرتها خلاص ماتت وراها ما تبقى، يعني ترجع تتكون نيوتروفيل جديدة وإلى آخره. فهذا الفرق ما بين الماكروفيج وما بين البي ام ان اس اللي هي نيوتروفيل. فرجاءً رجاءً أريدكم تركزون بالفروقات لأنها تجي بالام سي كيو فعلاً إجتنا. يعني إذا قال لك يا خلية اللي هي لها شورت هالف لايف قل له البي ام ان اس اللي هي نيوتروفيل خلية العدلة، بينما لا الماكروفيج لونج هالف لايف يعني لها عمر طويل عكس البي ام ان اس. بعد شيء يقول لك، يقول لك الايزينوفيل والبيسوفيل are less abundant and contain granule contain enzyme، يقول لك هي اقل يعني عددا وتواجدا من البي ام ان اس، بس بها انزيمات وبها بروتينات سامه توكسيك بروتين تقدر تفرزها على الخليه وتقتلها، وطبعا هن ذني يشتغلون اكثر شيء على الباراسايت او على الديدان بالخصوص يعني خصوصا الايزينوفيل، بينما نيوتروفيل يعني مخصصة فقط للبكتيريا ومرات بعض الفيروسات تمام. يقول لك كل هنا ذن يعتبر مهمات بعملية الدفاع against parasite اللي هي الطفيليات اللي هي الايوزينوفيل والبيسوفيل تمام. فهنا أنا أريدك تحفظ لي لأنها هو راح تتكرر، الباراسايت من يشتغل ضدها الايوزينوفيل بالمقام الأول، بالمقام الثاني البيسوفيل. بعد الدندريتك سيل اللي هي خلايا تشجرية هم فاجوسايتك سيل، كان ديجريت باثوجين تقدر تحلل الباثوجين، بنفس الوقت لها دور جدا مهم بتحفيز التي سيل، نفس ما قلت لكم اكو بعض الخلايا تفرز لنا سايتوكين اللي هي الاشارات الخلويه اللي تحفز باقي الخلايا المناعيه، اللي هي الدنتريتك سيل وحده من ضمنها. بنفس الوقت هي والماكروفيج يسموهن الانتيجين بريزنتنج سيلز، هذا الانتيجين بريزنتنج سيلز هي والماكروفيج هن الوحيدات اللي عرضن الانتيجين على السطح الخلوي مالتهن، يعني هاي خليه بكتيريه طبت اكلتها حوضتها فيسل زين، اكلتها سوتها فتات زين، الفتات هذا قسم منها تطلعها وقسم لا، تجيبت عرضه على السطح مالتها. ليش تعرضه على السطح مالتها؟ لان هن يسموهن انتيجين بريزنتنج سيلز، عارضات الانتيجين، على مود لما تجي خليه التي سيل، هاي التي سيل لما تجي وتشوف هذا الانتيجين عارضته هاي الخلية بمجرى الدم مباشرة تتعرف عليه
زين وتحفز البي سيل على مود تسوي انتيبودي على مود خاف هذا الانتيجين منتشر بمكان ثاني بالدم او بالانسجه قبل الكتله. زين فلذلك سموه الانتيجين بريزنتنج سيل، واحنا نتطرق للموضوع بالتفصيل ايضا باقي المحاضرات. يقول لك ذا كي اليمنت يعني المفتاح الافكتيف مال انيت اميونيتي يكون يعني الميزه مالته انه هو رابيد. من الاخير الكلمه المفتاحيه بالانيت اميونيتي ميزاته انه يكون سريع ونون سبيسيفيك وشورت ديوريشن يعني ما يطول. زين يعني ما بي ميموري، ما بي ميموري سيل، ماكو خلايا ذاكره، يعني اذا بكتيريا طبت بسرعه تنكتل وتموت، بس اذا طبت ما بتلخ ما راح يتعرف عليها الجهاز المناعي بسرعه فهماتين راح يطول وياها، فلذلك سموه شورت ديوريشن يعني مده قليله. وايضا يقول لك ديس فيوتشر ار هول مارك اوف ذا فاجوسايتيك بروسيس، يقول لك هاي الميزه هي العلامه المحدده لل عملية الأكل الخلوي أو البلعمة. الفاجوسايتوسيس يقول لك is a process whereby phagocytic cell especially the PMNS recognize the pathogen ingests and then destroys the engulfed organism. يقول لك يابا هاي الخلية البلعمية تحدد لنا الباثوجين هالدورة تبلعه. شوف هاي بالبداية تحدده، يعني تحدده هل هو هذا باثوجين لو شنو، هاي أول نقطة تمام. النقطة الثانية تاكله يعني تبلعه او تهضمه، والنقطة الاخيرة تدمره. شلون تدمره؟ بوجود الانزيمات مالتها. يقول لك هاي المالتي ستيب، هاي الخطوات المتعددة تبدي شوكت شوك لما ال بي ام ان اس تعبر من الفينيول، يعني لما ال بي ام ان اس هاي النيوتروفيل تعبر من المجرى مال الدم وتطب للنسيج، هنا أنا راح تبدي هاي الخطوات. شلون؟ لأن إحنا قلنا الباثوجين وين موجود؟ بالنسيج. زين فهي على ما أول شيء أول خطوة لازم تلحق الكيموكان، بعدين تعبر من مجرى الدم إلى النسيج، هذا الميجريشن، يلا تبدي إنه تحدد الباثوجين هالدور تاكله هالدور تدمره. بينما يقول لك إذا الباثوجين طب للبلود فهاي بعد صار أسهل العملية، ما يحتاج بعد الطب وتهاجر للنسيج وإلى آخره. لا يقول لك ببساطة تجي الـ PMNS تحوط encounter، تحوط هذا الباثوجين يسوي مثل الولية عليه، تحوطه وتبدي تشتغل عليه أحسن ما تجي تهاجر وتطب من الأوعية الدموية للنسيج للنسيج تروح المكان الإصابة. يا الله تسوي هذا، إن هذا بعد صار أسهل، هو أصلا موجود بالدم. زين يعني وياها وهي أصلا موجودة بالدم، فبس تشوفه قبل تحوطه وتبدي عملية الهضم والتدمير. يقول لك الميجريشن طبعا dependent on the release of chemo attractant، يقول لك يعني المهاجرة نفس ما قلت لكم يعتمد على إفراز الكيموكاين اللي تنتج عن طريق other cell. بنفس الوقت يقول لك one such chemo attractant is interleukin 8، واحد من الكيموكاينات هاي هو الانترلوكين 8. انترلوكين 8 ايضا يعتبر ككيموكاين يفرز على طول النسيج او مجرى الى مجرى الدم على مود يدلي الفاجوسايتك سيل على مكان الاصابه حتى تروح وتلتهم الباثوجين. هذا الحكي مجرد راح يعيده، يقول لك شلون عمليه المهاجر، انا راح اشرح لكم اياه على الرسم. هاي عندك قدامك الباثوجين تمام، العفو هاي خليه الدم. زين وهذا ني البكتيريا وما بكتيريا، هذا طبعا صورتها بالمجرى الالكتروني. هذا نسيج تمام وهذا مجرى دم. اوكي احنا قلنا اكو خلايا راح تفرز الانترلوكين مثل الانترلوكين 8 او الكيموكاين على مود تدلي الخليه بمكان الاصابه. زين هاي الخليه هي اصلا موجوده هنا غير اللون، هاي موجوده بمجرى الدم. زين ايش ما ادريها، راح يوصل لها الكيموكاين مجرى الدم، راح تشوف الكيموكاين تستغرب. زين صار عندها تساؤلات، ها شنو هذا، خل نلحقه. تجي تلحقه شافت هنا الغشاء مال الوعاء الدموي، راح تعصر روحها لان هي مطاطيه، تعصر روحها عن طريق الغشاء تمام وصولا الى الجانب الاخر، يعني طبت للنسيج. زين راح تظل تلحق 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 بهذا الني، تلحق هين وصولا وصلت لهنا، ها شنو اكو بكتيريا هنا. فمن تشوف البكتيريا بالضبط هاي العمليه راح تصير، تبدي تبتلع البكتيريا تدخلها للداخل، تحوطها بحويصلات مثل ما تشوفون. اول شيء الابتلاع زين بكوجنيشن، تبتلعه من الطببه، طببه بحويصله، هذا كله تدارسين المفروض، طببه بحويصله. يجي اكو شيء اسمه لايسوسوم داخل السيتوبلازم مالتها، بي شنو، بي لايزوزايم
او الهايدرولايتك انزيم عادي يجي يندمج هذا ويا هذا شي يسوينه الفاجولايسوسوم. زين هذا الفاجولايسوسوم هي هاي الحويصله اسمها فاجولايسوسوم. شنو نترجمها؟ فاجو يعني المواد التي اكلت، لايسو اللايسوزام اللي اجانا من هاي الحويصله، سوم اللي هي الحويصله، فهاي صار اسمها فاجولايسوسوم. تمام اجي زين هذا لايسوزايم ولقى اكو بكتيريا هنا راح يدمر جدارها، لما راح يدمره دمره، من دمره صارت عباره عن بقايا خلويه. زين شو تسوي لها؟ تطلع كفضلات، من تطلع كفضلات خلاص انتهى شغلها، تموت. هاي شنو هي؟ يا هي اللي تموت اللي هي البي ام ان اس، بي ام ان اس او النيوتروفيل، اسمها نيوتروفيل الى اخره، تعرفون اسمها بعد. زين هاي بالنسبة للعملية. هنا أنا أوضح شي يصير بالضبط، شلون راح تكتله. هاي الخطوات يقول لك يا بسيفل وأنتي مايكروبال ميكانيزم يوز باي فاجوسايت. شنو هاي الميكانيزمات؟ يا إما أكتله عن طريق شنو، أزود الحامضية، يعني مثلا هاي مو حوطت بحويصلة، الحامضية مال هاي الحويصلة الوسط الحامضي أزوده بحيث يصير عبارة عن حموضة وكتلة، يعني أخلي الـ pH يوصل إلى 3.5 أو 4، فهذا يكون ليفل أسيدتي عالي ما يتحمل البكتيريا، فشنو؟ يا إما يثبط نموها أو يقتلها ويسوي فتات خلوي، أو لا أستعمل التوكسيك أوكسجين ديرايفد برودكتس اللي هن مشتقات اكسجين بس سامة، مثل السوبر اوكسايد او 2 سالب، او الهيدروجين بيروكسايد H2O2، او السنجلت اوكسجين اللي هو الـ O2. هذني ايضا موجودات هنا بالحويصلة ممكن تستعملها هاي الخلية كوسيلة دفاعية على مود تدمر الخلية وجدارها الخلوي. او يقول لك لا، توكسيك نيتروجين اوكسايد استعمل لها الـ NO اللي هو اكسيد النتريك، هذا اكسيد سام طبعا، مادة سامة اكسيد النتريك، ايضا تستعمله داخل هاي الحويصلة زين على مود تقتل البكتيريا. او لا يابا، انا استعمل انتي مايكروبيو بيبتايد اللي هي الطريقة جدا معروفة، اللي هو تستعمل شنو؟ اللايسوزايم. اللايسوزايم هو طبعا هاي الاكثر شهرة، اكثر شهرة من اللايسوزايم، على مود بسرعة يقتلها ويسوي فتات خلوي والى اخره. يقول لك the macrophage كاتلسيدين and macrophage elastase derived peptide are found. يقول لك هاي بالماكروفيج اكو هذا الكاتلسيدين والماكروفيج elastase derived peptide، هذين ايضا يعتبرن كنفس شغل اللايزوزايم، هم يفتتن جدار الخلوي وهم يفتتن البكتيريا. بينما بالمقابل عندك ال PMNS on the other hand تكون غنية بالديفينيسين والالفا ديفينيسين والكاتلسيدين واللاكتوفيربسين، هذين ايضا يعتبرن كبيبتايد ينفرزن على البكتيريا مثل اللايسوزايم وتحطم جدارها وتحطم البكتيريا. هاي الاشياء شنو المهم بيها؟ المهم بيها بس تحفظ لهاي الاربع نقاط، كل وحده يعني فد رؤوس اقلام. يعني اول شيء تزود الاسيديتي، انكريز ليفل اوف اسيديتي او اسيديتي ليفل. ثاني شيء يستعمل توكسيك اوكسجين ديرايفد برودكت، مو شرط تذكر له شنو ان H2O2O2 سالب والى اخره، لا بس تذكر له هاي الكلمه توكسيك اوكسجين ديرايفد برودكتس، او تذكر له الان او، استعمال الان او او الانتي مايكروبيال بيبتايد، هاي كلش كافي ينطيك اذا اكو شيء فوق الفول مارك ينطيك اياه. شنو هذني؟ هذني اللي هي طرق قتل الميكروب داخل المايكروفيج او داخل الفاجوسايت، يعني داخل خلايا البلعمة ورا ما يتحوط بالحويصلة. طبعا هنا يقول لك يابا already لازم نذكر ان الفاجوسايتوسيس كان occur without antibody، يعني الفاجوسايتوسيس يحصل عن طريق انه بدون وجود انتيبودي، عاد الخلية واحدة تقدر تحدد الميكروب وتكتله، ما يحتاج انتيبودي يحدده بعدين يعرضه بعدين الكتله، لا. Phagocytosis is made more efficient by the presence of antibody. بس هل يا ترى يشتغل مساعدة الانتيبودي؟ نعم يشتغل ويكون أفضل. يعني تخيل أنت بدل ما أنت كخلية تقعد تدور وين أكو بكتيريا على مود تأكلها، زين راح تلقى انتيبودي already عارض لك البكتيريا هنا، عارض لك البكتيريا جاهزة ومجهزة على طبق من ذهب، وأنت تشوفه قدامك ببساطة تروح تأكلها. يعني وين ما أنت مثلا تروح وتدور وتتعب وتهاجر على ما تحصل بكتيريا، وين ما أصلا تلقاها جاهزة على طبق من ذهب. فأكيد لما الأنتيبودي يتدخل بعملية الفاجوسايتوسيس يكون العملية أكثر كفاءة، لين يسهل لنا وصول الخلية إلى البكتيريا. زين
اقول لك شلون البروسيس كولد اوبسونايزيشن. طبعا هاي العمليه عمليه انه عرض الانتي بودي للانتيجين مال البكتيريا الى الفاجوسايت. هاي كلها العمليه شو يسموها، هاي العمليه اسمها الاوبسونايزيشن. And it can occur by three mechanisms. الانتيبودي alone can act as اوسبونين اوبسونين. هذا الانتيبودي وحده، انتيبودي وحده زين يعمل كاوبسونين زين، بينما الانتيبودي زائد انتيجين فوقه كان اكتيفيت كومبلمنت سيستم. كومبلمنت سيستم هسه اشرح لكم اياه بالمحاضره الثانيه، لان هاي المحاضره جدا طويله فراح اقسمها الى بارتين، البارت الاول والبارت الثاني. الكومبلمنت سيستم راح نشرحها بالمحاضره الاخرى، انا ما تعرفون انا ايش دا اقصد. الأوبسونين may be produced when the alternative pathway is activated and C3 is generated. هذا ما راح أتطرق له، بس أحفظ إنه هذا واحدة اسمه أوبسونين. بمساعدة الكومبلمنت سيستم راح يجي يعرض الأنتيجين على السطح مالته، هاي مكان الارتباط هنا، المن يعرضه للخلية البلعمية على مود تجي تاكله بعملية شنو اسمها، اسمها الأوبسونيزيشن. هاي العملية راح اسوي سكيب ما اطول بيه، لان هاي محاضره كامله اشرح لكم شنو الكومبلمنت سيستم على ما تكونون بالصوره. هسه نوصل للموضوع المهم بهاي المحاضره اللي هو الناتشرال كلر، وهذا جدا مهم ابيكم تركزون بيه. البارت الاول انتهى هنا، راح نبلش بالبارت الثاني عباره عن ناتشرال كلر، وان شاء الله اكون ما طولت عليكم، فخليكم ويانا بالبارت الثاني.